مناجاة المتوسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببان إلى نيل غفرانك، وصيرهما لي وصلتان إلى الفوز برضوانك. وقد حل رجائي بحرمي كرمك، وحط طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك وبوأتهم دار كرامتك، وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل صدقي في جوارك، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا ألطف من آوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك علقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.